والله أنا العبد الفقير، يعني من 20 سنة لا آكل إلا الخبز الأسمر، هو الصحة، هو المفيد. يعني من يصدق أن هذه القمحة، أن حبة القمح، نحن ماذا نفعل في معظم البلاد، بل في معظم بلاد العالم؟ ننزع قشرها ونأكل لبها، تلاقي خبز أبيض ناصع شهي، وهذا الخبز الأبيض الناصع الشهي ما هو إلا نشاء فقط، وهذا النشاء كما يقولون غراء جيد للمعدة. لذلك قالوا احذروا السموم الثلاث، السكر الأبيض والملح الأبيض والطحين الأبيض، سموم ثلاثة. قشرة القمح فيها 6 فيتامينات، فيها 10 معادن، الحديد والفوسفات والكالسيوم والمغنيسيوم. لذلك أكبر خطأ يرتكبه الإنسان حينما يأكل الخبز الذي نزع عن قمحه قشره، والقشر، قشر القمح هو الذي ينظم حركة الأمعاء، بل إن كل الأدوية التي تسهل الهضم مأخوذة من قشر القمح، وأن هناك 50 مرض يسببها الإمساك، وأنك إذا أكلت الخبز الأسمر، أي الخبز الذي بقي قشره أثناء الطحن، نجوت من هذه الأمراض 50 التي يسببها الإمساك. لذلك أيها الأخوة، أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق، أول بدعة نخل الدقيق. أيها الأخوة، الآن دققوا، هذه الثمرة الكاملة فيها غلاف خارجي، القمح لها غلاف خارجي يزن 9% من مجموع وزنها، 9% من مجموع وزنها وزن الغلاف الخارجي، يسمى عند الناس نخالة، وفيها قشرة رقيقة تنطوي على مادة أزوتية لا تزيد عن 3% من وزنها، وفيها الرشيم الكائن الحي في القمحة الذي ينبت إذا توافرت له شروط الإنبات، هذا يحيا آلاف السنين. القمح الذي استخرج من أهرامات مصر قبل 6000 سنة زرع فنبت، يعني في كائن حي لا يموت، الرشين كائن حي، إن أصابت القمحة رطوبة نبت، وزنه لا يزيد عن 4% من وزن الحبة، صار في 9 و3 و4، وال84% من القمح نشاء خالص، نشاء. ماذا نفعل نحن؟ ننزع عن القمحة غلافها وغشاءها، ولا يبقى من القمح إلا النشاء الخالص، أما الغلاف الذي يسميه الناس نخالة، اسمعوا صوفي، النخالة الذي يطعمها بعض الناس للدواب ويأكل هو النشاء فقط، 6 فيتامينات بالنخالة، فيتامين B1، B2، B6 وفيتامينات أخرى، وفي هذا الغلاف مادة فسفورية هي غذاء للدماغ والأعصاب، وفي هذا الغلاف حديد يهب الدم قوة وحيوية ويعين على اكتساب الأكسجين من الرئتين، وفي هذا الغلاف الكالسيوم الذي يبني العظام ويقوي الأسنان، وفي هذا الغلاف السيليكون الذي يقوي الشعر ويزيده قوة ولمعانا، وفي هذا الغلاف اليود الذي ينشط الغدة الدرقية ويضفي على آكله السكينة والهدوء، فيه البوتاسيوم والصوديوم
والمغنيسيوم، هذا كله نطعمه للدواب، ونأكل نحن الخبز الأبيض أبيض، وهذا هو الحمق بعينه. هذه المعادن تدخل في تكوين الأنسجة والعصارات الهاضمة، أما نحن فننزع عن حبة القمح قشرها ونرميه للبهائم ونأكل النشاء الصافي. لذلك قالوا احذروا السموم البيضاء الثلاثة، الطحين الأبيض والسكر الأبيض والملح الأبيض، احذروا السموم البيضاء الثلاثة. أخواننا الكرام، غلاف القمحة، الغشاء، القشرة، النخالة أعلى مادة في الأرض لتيسير عملية الهضم. كل أدوية معالجة الإمساك عن طريق مواد مشتقة من النخالة، يستمين من النخالة، والإمساك بيسبب 50 مرض، الإمساك بيسبب 50 مرض، ودواء الإمساك الأول أن تأكل الخبز بقشره. الخبز الأسمر، إذا واحد سافر كثيراً بأرقى الفنادق بأرقى الأماكن، الخبز الأسمر الأول الأول، لأنه هو الصحة. أقل شيء أنه يحميك من الإمساك الذي يسبب 50 مرض. ثاني شيء، كم معدن فيه؟ 6 فيتامينات، فسفور للدماغ والأعصاب، حديد للدم ويعطي الحيوية، كالسيوم للعظام والأسنان، سيليكون للشعر، يود الغدة الدرقية، بوتاسيوم، صوديوم، مغنيسيوم بالقشر كله. والله أنا العبد الفقير، يعني من 20 سنة لا آكل إلا الخبز الأسمر، هو الصحة، هو المفيد. لذلك هذه القشور إذا غليت هي دواء مهدئ للسعال والزكام، وإذا شرب هذا المغلي كان قابضاً للأمعاء ودواءً لتقرحات المعدة وللزحار، وهو غذاء للجلد ووقاية له. أما حينما نأكل الخبز المنخول نكون قد خالفنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق، أول بدعة. وفي الحديث الصحيح، سألت سهل بن سعد فقلت: هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام النقي، يعني الطحين الأبيض المنخول؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله.